ازيك؟ الحمد لله. ازيك؟ وحشتيني جدا. شكرا لحضرتك يا عمر. وعايز اقول لك ان لما عملت الحلقه معاكي من سنتين الناس كانوا بيوقفوني في الشارع وبيسالوني عليكي وبيقولوا لي انك انت كنت قاعد مع شخصيه عظيمه جدا. اكيد الناس قالوا لي كده برضه صح؟ اه طبعا صح. اهلا بحضرتك. الله يكرمك. واتمنى انك انت تكون بخير. وانا سعيد جدا ان نور النهارده موجود معانا. اخبارك ايه؟ احكي لي دلوقتي بقى عندك كام سنه؟ احب اعرف بنفسي. اسمي نور مكي، عندي 6 سنين، والحمد لله ربنا وفقني لحفظ القران الكريم، والحمد لله عندي موهبه الكتابه والالقاء والقصائد واشعار وكلمات تشجيعيه وتحفيزيه، وكمان بكتب قصص للاطفال وبقدم محتوى يفيد الاطفال على الفيسبوك واليوتيوب علشان نساعد كل الأطفال. ونفسي لما أكبر إن شاء الله أكون دكتورة قلب علشان نساعد الأطفال وعليكم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قولي لي، أنت طبعتي الكتابين اللي أنت ألفتيهم من سنتين ولا لسه؟ الحمد لله طبعتهم يا عم عمر. طب ألف ألف مبروك. طب قولي بقى، قريتي كام كتاب بقى لحد دلوقتي من ساعة ما تقابلنا آخر مرة أنا وإنتي من سنتين؟ أنا الحمد لله قرأت حوالي 120 كتاب في مجالات مختلفة، مجال الأداب ومجال الدين ومجال علوم بحتة ومجال علوم تطبيقية ومجال فلسفة ومجال دراسات اجتماعية ومجال علوم اجتماعية ومجال تكنولوجيا ومعلومات. وأنا كمان عاوز أقول لحضرتك حاجة يا عم عمر. قول يا حبيبتي. أنا كمان قدمت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر كاتبة في العالم، والحمد لله وفق على طلبي، بس بابا لسه بيخلص الأوراق، وان شاء الله لما احصل على موسوعه جينيس ههديها لمصر. وعاوز اقول لحضرتك يا عم عمر، اكتر كتب قراتها وحبيتها وانصح غيري بقراءتها كتاب تقبل كلمه لا، لانني تعلمت من كتاب تقبل كلمه لا ان يجب علي الا اغضب عندما يقول لي احد لا على شيء، لانه قد يؤذيني او يؤذي شخص اخر، أو قد أطلب طلب بأسلوب غير مهذب فيقال لي لا. فإذا أردت أن لا يرفض لي أحد طلب، أطلب الأشياء التي ليست ممنوعة ولا خطيرة، وأن أحاول أن أراعي الآخرين وأنصح غيري بقراءة كتاب تقبل كلمة لا لكي يستطيعوا أن يتقبلوا الرأي الآخر. هل في كتب تانية تحب تنصحينا؟ نعم تفضلي. في كتابين مهمين جدا. تفضلي. كتاب رفعنا العلم، لأنني تعلمت من كتاب رفعنا العلم أن تعتبر حرب أكتوبر أقوى تعبيرا عن أهم إنجاز لمصر في القرن العشرين، وتبقى تلك المعركة المجيدة في التاريخ القومي. صحيح. وسوف تبقى مصر شامخة دائما بأبنائها على امتداد تاريخها الطويل. يا رب دائما. وأنصح غيري بقراءة كتاب رفعنا العلم لكي يعرفوا معلومات عن انتصارات مصر في حرب أكتوبر. صحيح، لأن فعلا في كتير ما يعرفوش حاجة عن حرب أكتوبر من الجيل اللي هو الحديث. فعلا سبحان الله، عندها 6 سنين وبتدينا درس في قراءة التاريخ. الله يا بنتي يفتح عليك. ومن الكتب التي قرأتها وأحببتها أيضا كتاب الاحترام، لأنني تعلمت من كتاب الاحترام أن الاحترام يعني الاهتمام بالآخرين وبأنفسنا وبالعالم من حولنا، وألا نسخر مما يصنعه الآخرون. فواجب علينا جميعا أن نعامل كل الناس بمنتهى الاحترام لكي تعم المحبة بين الناس جميعا. أنا أسقف لك. لا أنا أسقف لك، يعني أنا بسقف لك. أنا واثق أن في ملايين بيسقفوا لك. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 6 سنين قرأت هذه الكتب بهذه المعاني بهذه القيم، قرأت 120 كتاب، وفي سنتين أتصور في آخرين كتير ممكن يكونوا مقروش كتاب واحد في سنتين أو حتى في 3 سنين. ده معناها أن الحقيقة هي النهاردة بتدينا نور، بتدينا كلنا درس في القراءة. فأنا يعني بحييكي بهنيكي. هسألك سؤال، يعني هل في كتاب جديد بتفكري تألفيه؟ الحمد ان شاء الله عاوزه ألف كتاب عن حضاره مصر القديمه.
عايزه تالفي كتاب عن حضاره مصر القديمه ان شاء الله. هتقولي ايه في الكتاب بتاع حضاره مصر القديمه؟ يعني هقول حاجات كتير عن حضاره مصر القديمه، عن الاهرامات الثلاثه وعن تمثال ابي الهول. ده كتاب صعب والحقيقه دراسته صعبه لان عايز بحث جامد، لكن انا بهنيكي على الفكره في حد ذاتها ان طفل عندها 6 سنين عايزه تعمل كتاب عن حضاره مصر القديمه. ما شاء الله، يعني فكره عظيمه، انا بهنيكي عليها وبقول لك يعني اتمنى ان انا اشوف هذا الكتاب كما شفت ارائك قبل كده. قولي لي اخبارك ايه بقى في اختبارات حفظ القران الكريم؟ ايه رايك نعمل مع بعض اختبار دلوقتي؟ ايه رايك؟ مستعده؟ مستعد. طب ممكن اخد من عم ولا كده القران مصحف؟ طيب نقول كده، يعني نبدا من اول المصحف كده، نقول مثلا ممكن نقول الايه مثلا 21 من سوره البقره ان شاء الله. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. ممكن اعرف منك بقى رقم الجزء والحزب؟ هذه الايه في الجزء الاول، الحزب الاول، وسوره البقره مدنيه. الله يفتح عليك ما شاء الله. طيب هل ممكن برضو استاذنك تقولي لي الايه رقم 176 من سورة البقرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم ما شاء الله عليك. طيب هذه الآية أيوة في الجزء الثاني، الحزب الثالث. طيب ممكن نقول الآية رقم 26 من سورة آل عمران؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله يفتح عليك. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ممكن نعرف رقم الجزء ورقم الحزب؟ هذه الآية في الجزء الثالث، الحزب السادس، وسورة آل عمران مدنية. ما شاء الله ما شاء الله عليكي. طيب ممكن نستمع إلى الآية رقم 17 في سورة الأنعام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ما شاء الله. ممكن أعرف طيب الآية الجزء؟ هذه الآية في الجزء السابع، الحزب الثالث عشر، ما شاء الله، وسورة صحيح. الأنعام مكية. مظبوط. الله يفتح عليكي. الحقيقة أنا عايز يعني أهنيك طبعا على بنت أخوك وأقول لك الحقيقة أنك أنت ونعمة الأستاذ، يعني أنها في سن 6 سنوات حافظة القرآن الكريم بأرقام الآيات برقم الحزب. يعني هي المفروض يعني هي كمان هي اللي بتساعدنا للموضوع ده. يعني الأجمل في نور إن هي اللي حابة إنها تطور من نفسها. فدي شيء أصلا مريحنا كمان. ما شاء الله. عايز أسمع من القصيدة كده في حب الرسول عليه الصلاة والسلام. إيه رأيك؟ حاضر يا عم عمرو. هي فين الكاميرا بتاعتي؟ فين الكاميرا بتاعتك؟ أهي الكاميرا بتاعتك أهي. أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك ولا يوما سمعت العذب من صوتك،
ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، وما هاجرت في يوم ولا كنت من الأنصار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله؟ هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرة جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيلا، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، أنا طفل يداري فيك إخفاقه، ولكن يا نبي الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواق صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أنا عاوز أقول قصيدة كمان عن مصر. تفضلي. يا بلدي يا بلدي يا أغلى ملية في وجودي، كرامتك كرامتي وحدودك حدودي، يا بلدي يا أرض الحضارة اللي عاشت بتقهر أعادي وتسطر تاريخ، وهكتب في وصفك وده مش جديد، ولو يوم طلبتي هجيلك شهيد، وروحي ودمي فداء الكرامة ده شيء اعتيادي، ههين الأعادي وبدت صفوفهم، وهزرع بإيد انتصاري في خوفهم، وكنت فوق سماكي كما نسر بري بمخلب قوية، وكن على الأراضي أسد يحمى أرضك مسك بندقية، وكن جوا بحرك سمك قرش ياكل عدو الصبية، هكون ليك ظهرك وكن ليك نهرك، وكون الحواري القديمة في شوارعك، دمايا دمايا ما تسواش لدمعة في عينيكي، ولو ليا 50 حياة فوق حياتي ما يغلوش عليك، ما انا اصل منك وانا اصل ليك، وانا الجيش يا بلد اللي واقف حميك، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. اشترك الان واحصل على 50% خصم مدى الحياه على اشتراكات بريميوم السنويه والشهريه، استخدم الكود على watch.com.